السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برنامج اسمه ديفينشي. البرنامج ده قوي جدا ومجاني واوبن سورس، تقدر تعدل على الفيديوهات اللي عندك وهو سهل الاستخدام. اول حاجة تعملها ان انت تدخل الفيديوهات اللي انت عايزها، امبورت فيديو مثلا دول اهوت. بيقولك ان المقاس بتاعهم مختلف عن المقاس الشاشة الافتراضي. طيب ممكن تقول له بعد كده انا عايز احط دي على التايم لاين بالشكل دوت، ودي برضه على التايم لاين اهوت، وتقدر تعدل فيهم براحتك. وتقدر مثلا عايز تقسم، مثلا هتيجي هنا وتقول له قط، هيبدأ يقسم لك الفيديو دوت منفصل عن الفيديو التاني. ممكن تلغي جزء منهم، ممكن تقول له ايديت وتعدل في الفيديوهات زي ما انت عايز، بيديك امكانيات ان انت تعدل وتعمل سنابنج زي ما انت عايز. ممكن تقول له انا عايز ابدأ اضيف كتابة مثلا، او تقدر تضيف رسمة معينة كتابة اهيت، هتيجي على التكست وتبدأ تكتب الكلمة اللي انت عايزها مثلا دافينشي او انا ودافينشي، وتبدأ تعدل فيها زي ما انت عايز بالشكل دوت اهوت. خلينا مثلا نكتبها بالانجليزي اهوت، هي عشان خلفية بس مختلفة. طب ما نغير اللون كده نخليها ازرق مثلا اهيت. طب سايز تقدر تتحكم فيه وهكذا. الكلر تقدر تتحكم فيه، الكلر زي ما انت عايز بتاع اللوحة كلها زي ما انت شايف. برنامج احترافي اهوت، الجين هي الجاما. طيب بعد ما تخلص خالص اهوت، هتيجي هنا وتقول له كويك اكسبورت، وتختار انت عايز تصدر على اليوتيوب ولا فيمو ولا هتصدر على الهارد بتاعك، وتقول له اكسبورت بعد ما تظبط الاعداد ويصدر لك الفيديو زي ما انت عايز.